منصب مفوض البنية التحتية والطاقة المفوضية والطاقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي ضمن 8 مفوضين تم انتخابهم خلال جلسة مغلقة عقدها القادة الأفارقة ضمن أعمال القمة الإفريقية. وتعهدت أبو زيد بممارسة المهام والمسؤوليات المنوطة بها بما يتطابق مع مصلحة الاتحاد الإفريقي وبعيدا عن أي ضغوط حكومية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أماني أبو زيد أتعهد رسميا بأن أمارس المهام والمسؤوليات المنوطة بصفتي مفوضية البنية التحتية والطاقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك للاطلاع بمهامي وتنظيم سلوكي بما يتطابق مع مصلحة الاتحاد فقط، وعلى ألا ألتمس أو أقبل أي تعليمات من حكومة أي دولة من الدول الأعضاء أو من أي سلطة خارج الاتحاد. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا هاتفيا من أديس أبابا الدكتورة أمينة أماني أبو زيد مفوض الاتحاد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي. دكتور أماني أهلا بحضرتك وكل التحية طبعا وألف مبروك على فوزك بهذا المنصب، منصب مفوض البنية التحتية والطاقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي. ألف شكر يا فندم، وأنا اللي أهني مصر كلها وأهني الدبلوماسية المصرية، وطبعا كل هذا لا يتأدى إلا بجهود القيادة السياسية لإعادة مصر إلى أفريقيا وإعادة أفريقيا إلى مصر، وده بعتبره يعني يوم كبير وعظيم لنا جميعا في مصر. الحمد لله. الحمد لله. الاستراتيجية التي ستتبع من أجل النهوض بهذا الملف في داخل الاتحاد الإفريقي يا فندم؟ هو طبعا يلزم في البداية إن يعني إن احنا في خطوط عريضة، في خطوط استراتيجية عريضة أنا وضعتها لما تقدمت برؤيتي لهذا المنصب، وهي تقوم على أساس توفير البنية التحتية والطاقة لكافة الفئات في إفريقيا، تقوم على المشروعات الكبرى للاندماج التي تسهم في الاندماج الإقليمي، تقوم أيضا على فكرة أنها تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات واعتبارات كل دولة وظروفها، سواء من ناحية الظروف الجغرافية أو الاقتصادية أو أي ظروف أخرى، تأخذ أيضا في الاعتبار زيادة تنافسية القارة وتوسيع الأسواق بما يسمح بتسريع وتيرة التصنيع من خلال طبعا زيادة الطاقة واجتذاب الاستثمارات للطاقة تحديدا للبنية التحتية والطاقة، لأن طبعا كما تعلمون أنها مشروعات ضخمة وتحتاج إلى استثمارات كبيرة، فيلزم أيضا المهام اللي أنا يعني تعهدت بها أن أنا أكتسب مزيد من الاستثمارات للقارة في هذا الشهر. نعم طبعا، وربما أضيف أنه موضوعات تخص التغير المناخي والبنية التحتية التي تتصدى للتغيرات المناخية والطاقة المتجددة هي على رأس أولوياتي. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي متحدثة إلينا من أديس أبابا، شكرا جزيلا لك. تسلم العاهل المغربي الملك محمد السادس مقعد بلاده في